سيدنا هنتكلم من البداية عن البابا شنودة، بس هناخد لمحة كده عن الشاب نظير، وبنتكلم عن مرحلة الطفولة. ويمكن البدايات كانت صعبة شوية، مرحلة الطفل يكون في عمر صغير، وبتكلم بالتحديد عن اليوتن، بتكلم عن المرحلة دي. وهل المرحلة دي كان لها تأثير بعد كده في تشكيل شخصية البابا شنودة في تعامل مع إخوة الرب واليتامى والأرامل؟ تعليق يافتك. أكيد طبعاً، هو سيدنا البابا حياته كلها مترتبة على بعضيها. وكان تملي بيكلم عن الأخ الكبير أوفائيل اللي هو كان مسؤول عن البابا شنودة وهو صغير. اتولد والأم توفت وطلع في بيئة أسرية صغيرة، لكن ابتدى يطلع ويشوف اللي حواليه. كان إنسان ملتزم وهو صغير جدا، حتى نشوف الصور وهو صغير، صوره ملتزم في لبسه في حياته. لكن احنا ما نعرفش كتير أو عن الفترة الأولى ديت شكلها إيه، لكن عرفنا فيما بعد من المعايشة مع سيدنا البابا إزاي هو كان بيعتني بالناس الأيتام الأطفال بالذات، إزاي كان ياخدهم في حضنه ويتولاهم، إزاي كان بيعتني بالأرامل، إزاي كان بيعتني مع الناس اللي هم ليس لهم أحد. كان عظيم في أصل في تصرفاته، فأكيد الحاجات دي كلها بتنعكس طبعا. اللي هو اللي شافه حس بيه وابتدى يكمل يعني. سيدنا بسأل كمان يفتك عن شغف نظير جيد من مراحل كانت بدري على شاب، إن يكون عنده فكرة القراية وفكرة الثقافة ويقرأ كتب كمان كانت في الوقت ده أكبر من سنه، يعني كان اهتمامه بالقراية منذ نعومة أظافره. تعليق يافتك. هو طبعا كان بيقرأ كتير وكان متفوق كتير. صحيح. وكان متفوق كمان في الشعر، كان بيتكلم مثلا عن أحمد شوقي وحافظ أشعار كتيرة جدا وشعراء تانيين كتير يعني. كان بطك مغرم بالحديث بتاع مكرم عبيد في مجلس الأمة، وكان ليه مواقف ليه أقوال كتير قوي كان عارفها وهو صغير. كان بيألف شعر مثلا عن الكخافية مثلا، شعر فكاهي كان صحيح. بيقوله. ونشوف أصلا بعد ما خلص كلية كان بيكتب في مكان مدارس الأحد. كان بيوعظ في الكنائس وهو لسه علماني، كان ممكن يوعظ في كوت الأسقف، كان بيجيبه هو كان واعظ يعني. كان طبعا أسلوبه مختلف في هذا العصر عن الناس الموجودة، فكان مقبول. ليه؟ لو كان عايش في الواقع. صحيح. وإزاي كان بيوصل الناس لربنا. النقطة التانية إن البابا شنودة عنده مهارة أو إمكانية إن الحاجة اللي بيشوفها بيحفظها بتبقى ذاكرة عنده. صحيح. بمعنى لما يقول لي مثلا في إنجيل أشعياء إصحاح 37، لما تفتح الإنجيل هتلاقي الإصحاح ده على الصفحة الشمال. اتحفظت على طول يعني. كان حافظ الآيات بشواهدها، عشان هو كده حفظنا يعني. تملي كان يجي يكلم في آية معينة أقول له على آية، يقول لي الشاهد بتاعها شكله إيه، حافظ الشاهد ولا مش حافظ. فتملي كان بيحفظنا بالشواهد يعني. سيدنا البابا كان موسوعة حلو قوي، وفي نفس الوقت كان مش محدد تفكيره في كتب معينة. بالعكس يعني، كنت ممكن تلاقي في المكتبة بتاعته في كتب كتير إسلامية. صحيح. إسلاميات كتير قوي عنده الحاجات دي كلها. عندي كتب سياسية موجودة، عندي كتب تاريخية موجودة، عندي كتب بتاعت عباس العقاد طه حسين كنت بشوفها بنفسي يعني. فهو كان إنسان بيقرأ على طول. صحيح. أفتكر ما لما أنا كنت بسافر معاه من فترة الأخرى أمريكا في الطيارة، المسافة طويلة قوي يعني. فكان في حاجتين، يا إما بيصلي، يا إما فتح الكتاب المقدس، يا إما بيكتب مقالات لمجلة الكرازة، يا إما فتح كتاب من الكتب بيقرأ فيه.
يعني فكرة إن يبقى في نوم أو راحة في الطيارة دي، الفكرة دي مش موجودة كمان يعني عند الطبيعي. أنا بصراحة أنا سافرت مع سيدنا البابا من 95 أو من 96 يعني ل 2004 2005 2006 سافرت معاه بالطيارة كل سنة. لم أشوف سيدنا البابا نايم. ياه. ما كانش ما نامش خالص.